طريقي داخل على فندق أولد واجن. انت شايف لارسون؟ هو هناك؟ معرفش، بس لو كان هنا هلاقيه. سنت جون حول. بتهيألي لازم ارجع هنا واكمل حرق من. لازم اتصرف. يلا اضربوا نار. دول مسكوه، دول مسكوه. واحد مصاب. يلا ممكن استخدمه. هاي لارسن، الأخبار؟ سنت جون، أنا قلت أجي المدينة وأشوف مشروب وأخرج مع أصحابي. أول لما فكك هتخرج من هنا على طول. مش لازم تقول مرتين، أنا مش عارف أنت جاي منين بالظبط. مش ممكن. يلا اجري. علبة بنزين. أنا محتاج لها. هو ده. تاكر انت هنا؟ انا لقيت لارسن وهو دلوقتي راجع لهوت سبرينجز. شغل كويس. انا هخلي الكاي يراقبه. في ممزقين تانيين يتشافوا هما بيتحركوا ناحية الشمال اتجاه طريق بيلنا. محتاجين اكبر عدد من الرجالة. تاكر حاول.
لحمة. لازم أبص على القرب. ماشي، خلينا نشوف إيه اللي بيحصل هنا. لقيتك. أنا محتاجه. تمام، نبص في المكان شوية. ماشي، معانا إيه هنا؟ أنت بتاعي دلوقتي. مفيش هنا أي حاجة غير شوية مجرمين ورحالة ومهاجمين. دي بتخلص فعلاً. انت ساعات لازم تقف. ايه ده؟ هو في حد محبوس؟ خليني اخرجك من هنا. استنى استنى، الوضع هنا خطر. انا هقولك على مكان معسكر. معسكر؟ فين؟ فين؟ دلني، انا هروح. روح ثري فينجرد جاك، دور على سالومي هوت سبرينجز واسأل على الكاي تيرنر، هيساعدك. أنا كنت حموت. مش ممكن. فهمني. شكرا جدا بجد، شكرا جدا يا صاحبي. قل لهم إنه كان ديكن، هم هيعرفوا. ما توقفش، بس خليك بعيد عن عينيهم. هاي افتح البوابة، الطبل هو ده أحسن زبون عندي. كان نفسي. حياة المخيمين، صح يا ماني؟ موتوسيكل محتاج حاجة جديدة. هزود البنزين، كمية حلوة. طيب في ايه؟ انا تقابل هديك. اهلا، ساعدك ازاي؟ محتاج ده؟ كويس، دي الاخيرة. المسوخ مش هتلعب معاك تاني.
تمام، اشوفك قريب. سانت جون، عندي شغلانة ليك. انا سامعك. انت بتدور على نيد ووكر، لابس وشاح احمر، وصل هو والفريق بتاعه في ليلة، بس ما دخلناهمش، فقتل واحد من الحراس وهرب. عندك حد ماشي وراهم؟ هو مستخبي في معسكر حرامية شمال جبل أوليري، أعتقد إنك تعرفه. لا بس أنا هلاقيه. كوب، أنا موجود في المعسكر. علم كوب حول. شفت حاجة ياكوب؟ الراجل اللي قتله كان مين؟ ولد صغير الكل مسميه سنجاب، ما عرفش اسمه الحقيقي. سنجاب كان كم سنة؟ زي ما قلت صغير، 19 أو 20، ما عرفش صمت كل ده ازاي، بس هو كان كويس. بتسأل ليه؟ من غير سبب. لو كنت طولت في المعسكر وتعرفت على الناس كنت لقيت سبب. كوب حول. ايه؟ في حاجة هنا. يلا يلا يلا، ما تسيبوش، احنا نقدر. او اصابتي. شوفك ساتر. ايوه قتلهم. هو هو نيد ووكر الحقير. اهلا يا نيد. اهلا يا ند، كنت هقول اني مبسوط اني شفتك بس مش هكذب. Thank you.
طمني يا صديقي. اديك انا ما اعرفش بس محتاج مساعده. اتفضل اقعد. حاضر. مش هيقدر يقابل زوار دلوقتي بس انا محتاجه مساعدته فعلا. تمام اشوفك بعدين بقى. هستنى هنا صح. دكتور. هل هعرف اعزف تاني بيانو ولا كده خلاص؟ ظريف جدا يا ويليام، يلا اقعد. ماشي، بعزف حاجات بسيطة. لا بجد بعزف زيها. زي ما انت شايفة هو هيكون كويس، اختفت الحمى خلاص. حلو فل تمام، انا لازم امشي واصلح حاجات. زي ما قلت لك ويليام مدين بحياته ليك. بوزر مش مديون لي، انا اللي مديون له. انا انقذت 2 تانيين، ادي 100 كانوا هيموتوا من غير المضادات الحيوية. انت كان لازم تعرف. شكله أحسن. ديك، في مجموعة من الرجالة قربوا وضربوا نار على البوابة، ولما منعنا دخولهم مشيوا. مش ممكن، أنهي ناحية؟ هم اتجهوا للغرب بس ما راحوش بعيد. دول نصبين معسكر شمال تالت إيدن، أظن إنهم بيخططوا لهجوم تاني، فعايزاك تبص عليهم. خلاص ماشي، أنا هتصرف. شكراً. عايز حاجة؟ كنت بشتغل في جمعية لمساعدة الحيوانات. عايز افتح البوابة. طيب يا ريكي، أنا قريب من تل إيدن وفعلاً الرحالة بتوعنا لسه هنا. هتتعامل؟ متهيألي هنكتشف ده قريب. ديك اتحول.
تساعدوني نعمل ده؟ ها يلا، ده اللي قدرتوا عليه. تمام، بس افتكرتوا هتعدوا تضربوا نار. جه وقت التحرك. ضربوا نار، ماتوا، خسرنا شخص. يلا تعرفوا تعملوا احسن من كده. وسوخ. بقى عندك قد ايه؟ خلاص كده؟ اوه لا، مش ممكن واحد تاني. ايوه، تمام. اتمكنت منك. تمام، هم دول كلهم. طيب دلوقتي اكلمهم باللاسلكي واعرف ريكي. ديكن، حصل ايه؟ خلاص مش هيضربوا نار تاني على معسكرات. كويس جدا. عارف ايرون مايك؟ عارف؟ كمل في اللي بتعمله، وانت ومايك هتكونوا صحاب مقربين في اسرع وقت. سلام يا ديك. ممتاز. ديك، هو انت طردت الولاد دول وقفلت البوابة ومشيت؟ اهلا مايك. ايوه انا فعلا لقيتهم وخلاص، مش هيرجعوا تاني. شكل الموضوع بيسوء بكميه المتطفلين والرحاله اللي جايين. مش قصدي طبعا اغلط فيك ولا يهمك، بس فعلا يا مايك الامور بتسوء. انا مش عارف، بس متهيالي يا مايك زي ما انت بتقول عن السياح اللي دايما بيجوا هنا من كاليفورنيا، ومتهيالي لو بيدي فعلا هختار اكون هنا مش هناك. ايوه اعتقد كده. سلام يا ديك. ايرون مايك، حول. ديك سمعني، انا خرجت من العياده النهارده. ادي قالت انها سمعت مني شكاوي تكفيها بقيه حياتها. دي ادي اخبار دراعك يعني بنسبه 50%. اسف، مزاجي مش رايق. تصدق انا لسه حاسس بايدي اليمين، فاهمني؟ تهيألي بيسموه وهم الأطراف. أيوه ده اللي قالته آدي، بس الموضوع صعب جدا. حاسس بألم في مفاصل صوابعي، فاهمني؟ كأنك سايق مدة طويلة وإيدك وقفت، ولما بحاول أرخيها. ما علينا، أنا مضطر أمشي. سكيزو كلفني بشغل في المزرعة، أشوف لو أقدر أدفع ثمن المسكنات اللي آدي بتديها لي. سلام. سلام. خردة كتير.
فاضية. Hmm.